نشوف شنو المحاولة اللي قلت لك أرادوها بالذات مع قبر الحسين بالذات، شنو الهدف، سواء كان مقصودة هاي المحاولة أو غير مقصودة، شنو المقصود من عندها؟ الحقيقة كان المقصود إشكات هالصوت هذا، لأن هذا الصوت ما سكت هو، تنبه لي، وهذا ظل يهز عروش الظالمين. يعني الحسين سلام الله عليه لا تتصور ما كان مقدر أو ما عنده تخطيط للمعركة، ويدري أنه طالع ويا 70 واحد والجيش اللي جاي إلى قتاله 70 ألف، مو من المعقول أن 70 يصمدون قدام 70 ألف. إذن الحسين كان واثق أنه ما راح يكسب المعركة الآن، راح يكسبها مع الزمن. نبه لي، حسين راح يزرع مبادئ، راح يذبها الدم على تراب الطف ويترك هالصوت يلعلع، سوف لا يموت، سينطلق هذا الصوت، وهذا الصوت اللي سيبقى منطلق يهز عروش الظلمة. طبعا لا بد من إشكاته، شلون يشكتوا، بأي طريقة؟ لازم يشكت ماديا ومعنويا. كيف يعني ماديا ومعنويا؟ يعني أولا كل أثر معنوي لهذا الصوت يجب أن يقضى عليه. شلون يقضى على هالأثر المعنوي؟ يجوا اللي يعبرون عنا بأن عملية لا يرتضيها الشرع، أنها بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ذي ضلالة بالنار. طيب إذا أنا الزيارة عندما أراد الآخرون أن يفرغوا من محتواها وصوروها عمل أبله، لا هي مو عمل أبله من ناحية، ومن أجل ذلك أكد أهل البيت، النبي صلى الله عليه وآله يقول حق علي أن أزوره، علي بن أبي طالب يمر على كربلاء يقول بأبي وأمي المقتول في كربلاء، كأني أرى الوحوش مادة أعناقها عليه، فإذا كان ذلك كذلك فإياكم والجفاء، لا يكون تشفون للحسين. الإمام الباقر يقول لو أن أحدكم حج دهره، مفروض كل سنة يروح إلى الحج، لكن ما زار الحسين لكان تاركا حقا من حقوق رسول الله. لا تتركون حقا، كما أن لله عز وجل حق عندما تزورون الكعبة، كذلك لنبيه حق أن تواشوه في أولاده.